إنجاز وتخطيط ومجلس النواب نشيط، تنقلات في المناصب وعلاقتها في الأقارب، صياد الأخبار وعلاقته بالآثار، مسابقات حكومية لإلغاء المحسوبية، مغنيات وعيون، وهل نحن مرفهون؟ أطفال بالسجون والله يكون بالعون، تعداد السكان 1 2 3 4 5 6. هاي الأخبار كلها بتشوفوها بحلقتنا الجديدة من تشويش واضح. طبعا الكل بيستنى على احر من الجمر، اشتكي وانهي الامر. شو راح يصير مع مجلس النواب في الدوره العاديه الثالثه؟ لانه في قوانين كثير دسمه مثل قانون الموازنه وقانون الانتخاب وقانون اللامركزيه اللي ردوا جلاله الملك لعدم وجود الشخصيه الاعتباريه في المجالس المحليه اللي كانوا حاطينها النواب ولغوها الاعيان. فهسا سؤالنا هو، هل يؤثر المجلس على قرار السابق كما ورد في مشروع قانون سابقا؟ اذا موافق القانون. شكرا. عفوا سعادتك، ما شاء الله رجعه قويه جدا، رجعه سريعه جدا. يعني اصلا النواب بالاساس كانوا بدهم الشخصيه الاعتباريه وهيكم مشيتوا القانون، وهيك بدناكم سريعين اشتغلوا بسرعه. في قوانين ثانيه لازم نشتغلها، يعني مثلا قانون الزراعه. قانون الزراعه شو صار فيه؟ موافق على مشروع القانون كما ورد الحكومة. عفوا سعادتك، يعني ما شاء الله السرعة الفائقة هاي، حتى بعد النواب على السريع سألت موافق شكرا لكم. سرعة لازم هيك، سرعة دايما نشاط. سعادتك شو في انجازات ثانية؟ اعطينا انجازات ثانية. شو في ايش؟ أحال النواب قوانين المعدل لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والمخدرات والمعدل للصحة العامة والمصادر الطبيعية والبنوك والمعدل للبنك المركزي الأردني إلى اللجان المختصة. أيوة سعادتك هيك نشاط، بدنا على السريع 1 2 3 4، الكل يكون نشيط، كل يتحرك، خلي جان تتحرك، خلي جان تشتغل، القوانين لازم تقروها، بدنا نشاط، بدنا سرعة. أكيد على هالحالة كل النواب مصحصحين، كله نشيط، كله مصحصح 100% تماما. رف عاليا خفض. جوجو ليس في السرير، حان وقت النوم. يا اخوان في حدا فينا عيونه زرق واسنانه فرق؟ لانه حرام حسدناهم للجماعة. احنا هسا قاعدين بنحكي نشيطين وشغالين وما شاء الله عنهم، وشغل ومن هون وقرار من هون وتصويت من هون ومرتبين، وكل واحد قاعد محله وكل واحد قاعد بيحكي بدوره. يعني مش كلنا حسدناهم جد؟ حسن يعني ذات جد حسدناهم، جد حسدناهم للجماعة يا اخوان. اكيد فيش حدا فينا عيونه زرق واسنانه فرق، جد حسدناهم. ما في حدا عيونه زرق واسنانه فرق، ما في حدا. انت اللي حسدتهم. انت انا عيوني زرق بس اسناني مش فرق. اسنانك غريبات. انت اسنانك فرق، وانت اسنانك فرق وعيونك حول. اسنانك فرق وعيونك حول، ذينك كبار منخارك مفتوح، ذنيك كبار منخارك مفتوح. حبيبي هاي حصة أحياء، هاي مش أغنية. إيش هاي أغنية توصف. هاي أحد من أشهر الأغاني هاي للشاعر ورد الحمراء. شاعر ورد الحمراء له أغنية كثير ضربت كثير. جد؟ شو الأغنية؟ أغنيها؟ بتفيدنا برضو بالخبر؟ أكيد راح تفيدنا. تفضل. طولك طول النخلة وعرضك عرض الفيل،
وعقلك عاقل ساخلي وعرضك عرض الفيل. آه ثنتين عرض الفيل. سهرني الفيل بنهار وليل وعيون الكحلة سهران النحلة والشعر الناعم دائما ساحل. ليش النهاية ليش النهاية الغريبة بالعربية الفصحى؟ شعر ناعم دائما ساحل، هاي كثير معروفة. هاي أغنية كثير ما سمعتش أغنيته الجديدة؟ في كمان أغنية أجدد واحد، بس هاي إيقاعية. أوكي لازم أعرفكم عليها، لازم تطبل فيها. لازم أطبل دائما فيها. ساحل حلوة صح؟ على طول تدخل المخ. فادتنا بالخبر الـ 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 هاي 2016 بصلب الموضوع. بصلب الموضوع تفضل إليك. لما الحمامة تغرت في ريحانا، لما الحمامة تغرت في ريحانا، لما الحرامة يسرق قطعة ذهب من الخزانة. ما هذا يا ابني؟ ما هذا؟ هاي الجملة. ايوه هاي 2016 حبيبي عربي فصحى جملة. هاي الشاعر الوردة الحمراء هذا، انت وينك وينه اصلا؟ وانا ويني وينه؟ جد ويني وينه؟ وينك؟ جد وين اطلع؟ ما فيش حدا اصلا عندنا لا عيون زرق ولا اسنان وفرق. سرق من ال ماذا تقول يا زلمة؟ حلوة اعيد لك اياها. لا تعيدليش شيء. شعر الناعم دائما ساحل. هاي حلو. طلب الطراون من الأمانة العامة بأن يقدم اسم النائب هند الفايز وتقوم بالاقتراع نظرا لارتباطها بموعد خارج القبة، ليمازحها قائلا عشان تطلعي تسبي على الرئيس. كما مازح الطراون النائب معتز أبو رمان بأنه سيقوم بإعطائه الكرت الأحمر بعد أن قام بمناداته أكثر من 10 مرات دون أن يرد، وبأنه سيمنعه من الترشح لانتخابات اللجان إذا لم يلتزم. أيوة هذا الحكي المزبوط. أيوة حكم مازحا، يعني بيمزحوا مع بعض، مداعبة، مبسوطين، في ألفة بيناتهم، يعني طلعنا مش حزينهم للجماعة، هيك خلي جوكو فريفحي، دائما مبسوطين هيك أحلى. وفي وقت سابق وفي قرار لمجلس الوزراء، تم تعيين الدكتور مصطفى البراري رئيسا لديوان المظالم، والدكتور عبد الخرابشي رئيسا لديوان المحاسبة، والدكتور بشار صابر مديرا عاما لدائرة ضريبة المبيعات، ومحمد العلاف رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، والدكتور وضاح لحمود مديرا عاما لدائرة الجمالك. وإحنا منتمنى التوفيق إلهم جميعاً بهاي المناصب، لأنه هاي المناصب مناصب عليا ومسؤولية كبيرة. بس صار في انتقادات من بعض النواب على كيفية تعيينهم بهاي المناصب. هذه الحكومة العدالة عندها فيما يتعلق بتعليم الشباب أكاد أجزم بعض الأحيان تنعدم تماماً. تنعدم ولا أجزم أحياناً؟ لأنه بصراحة إحنا ما بنعرف كيف آلية التعيين بهاي الوظائف، لأنه رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات صرح بتاريخ 19/10/2015 الوظائف العليا من صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء، وذلك وفق النظام الخاص في الوظائف القيادية العليا، عن طريق قيام الرئاسة بالإعلان عن الوظيفة والسماح لجميع المتقدمين لمن تنطبق عليهم الشروط للتقدم، ومن ثم يتم إرسال جميع الطلبات لرئيس لجنة الفرز وهو رئيس ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى 5 من الأمناء العامين. ما هو خلينا نتفق، هاي المناصب وظائف عليا ولا مش عليا؟ لأنه إذا كانت عليا ما شفنا إعلام بيحكي مطلوب مدير في الحكومة لوظيفة عليا حسب الشروط التالية: حسن المظهر، لا يشترط الخبرة، عذب الصوت. بصراحة ما شفنا أي إعلان ولا مرت علينا أي مسابقة. أول لما خلى موضع مدير عام الجمارك عملنا مسابقة. إيه؟ هاي جد طلع فيه مسابقة وإعلان، صحيح ما حد بيعرف فيها يعني، بس مش مشكلة. دولتك كم حد تقدم لهاي المسابقة؟ تقدم للمسابقة 553. 553؟ ما شاء الله، اللهم زد وبارك. تعرفوا أنه شكلت لجنة من 5 وزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير العدل، وزير القطاع، 5 وزراء نظروا، لم ينسبوا بأي شخص واحد، ولا واحد، لم ينسب ولا واحد، ولا واحد من 553 صالح لهذه الوظيفة، ولا واحد بالمرة. مضى على هذه العملية الغربلة والفرز والمقابلة واستقبال الوثائق فترة طويلة، بدأت تتعطل مصالح دائرة الجمارك. لا 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 كله ولا تتعطل المصالح، لا شو مش المصالح، شو
لما أعيدت اختيار المدير الجديد، المدير الجديد جرت إحالته على التقاعد. طيب دولتك، عشان ما يصير قيل وقال زي ما صار، كان اقترحت الاسم بالأول ودخل في المسابقة زي هالأسماء وشارك فيها وفاز بهالمنصب حسب القواعد والقوانين اللي حاطينها دولتكم عشان الشفافية والنزاهة، عشان ما يجي حدا يحكي في واسطة من هون، في محسوبية من هون، أو بلاش يحكوا إنكم قرايب، في صلة قرابة، يعني كان ريحتوا راسكم. قريبي أو نسيبي لا يمت لي في أي صلة للجد رقم 700، ما في، ما فيش علاقة، في تخريس. 700 جد؟ والله دولتك شكلك مش حافظ شجرة العيلة، هاي غابة العيلة. دولتك احنا لو نرجع للجد 20 بالأردن بتلاقينا كلياتنا قرايب، كلياتنا بنقرب لبعض. دولتك هاينا عرفنا انه في اعلان وفي مسابقات لتعيينات المناصب العليا، بس صار في ضجة على التنقلات في المناصب، زي ما صار مع الدكتور مصطفى البراري، تم نقله من ديوان المحاسبة لديوان المظالم. ليش صار هذا الحكي؟ شو القصة؟ وخدم 9 سنوات رئيس للديوان من سنة 6 في شهر أذار إلى شهر الماضي شهر 10 سنة 2015، يعني 9 سنين ونص. الإخوان الكرام يعرفوا أن الحاكمية الرشيدة بتتطلب أن لا يستمر الإنسان إلى هذا المدى مهما كانت كفاءته ونزاهته. يعني هسه دولتك حتى أنت ممكن الحاكمية الرشيدة ما تسمح لك تظلك بمنصبك؟ إلا إذا رئيس الوزراء طبعاً بيصير يضل أطول. قفشات حكومية، قفشات. شو صار بقضية الشهيد رائد زعيتر؟ ومعنا فقرة معلومة غير مفيدة. فهد كيف حالك فهد؟ زمان عنك. والله صار لي فترة غايب بصيد الأخبار. حلو، ستايل جديد عامل ستايل لي. الصيد للأخبار. بستايل الصيد هذا شو ست اللي إيش جديد هاد؟ فيش إيش جديد، بس قلتلك واحد من فرنسا عن مسلة ميشا. مسلة ميشا الأثرية؟ ما غيرها، هاي اللي موجودة بفرنسا ولازم ترجع لنا. أيوة. طب حلو، أعطيني أخبار حلوة زي هيك. فرنسا وافق أنها ترجع مسلة للأردن. حلو. بعد ما اجتمع رئيس مركز ميشا ومدير الآثار الشرقية لمتحف اللوبر. يا عيني عليك، يعني المسلة رجعت. ممتاز، شكرا على الأخبار هاي. لا بس. بس شو؟ اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن الدهر غير مخلدي. يعني هذا الوقار بهذا المثل صراحة في تطور، هذا من سوق عقاب جايب لي. لا والله من فرنسا. يا حبيبي ليش ما يرجع؟ يعني ليش أصبر؟ كثير صبرنا. ما هي فرنسا مستعدة إنها ترجعه. طب حلو. تستنى من الحكومة الأردنية تعطيها وثيقة رسمية إنها ترجعه. يعني لازم الحكومة تطالب فيها. آه. طب ليش ما تطالب فيها الحكومة؟ ليش ما تطالب ونخلص؟ اصبر المفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج. اصبر على مفتاح الفرج؟ انتوا خليتوا فيها مفاتيح؟ إذا ما انت جننتني انت والاخبار اللي بتجيب لي اياها هاي. طب ما هو دقيقة، الشغل نظيف بده وقت. يا عمي طيب بده وقت، بس زهقنا قد ما استنينا، خليهم يطلعوا يبعثوا الطلب. طول بالك، طول بالك. انا مو بالي اللي اطوله هذا. يا زلمة الله لا يردكم يجعلكم ما طولت بالك. صار لها 100 سنة بفرنسا. بعك مصاري تفتح متحف هون؟ ليش متحف؟ بدنا نجيب قطعة واحدة. وين بدها تنحط؟ وين بدها تنحط؟ شو وين بدها تنحط؟ وين بدها تنحط؟ قول لي. في أحد عندكم بالدار ولا عندي ولا وين؟ شو بعرفني أنا ترى شو؟ الله لا يردكم. شو لا حد يسألش ليش ما جابوها؟ ماله عصب فجأة وكان الله لا يردكم. ما أنت كنت تضحك وأنت بتحكي الخبر هسا عصبت؟ نرفعتي يا زلمة، صار لها 100 سنة. إيه؟ شو هالمتخلفات؟ الله لا يردكم. شو الله يزقلب وجهك يا زلمة؟ حلت دولة الإمارات العربية المركز الأول عربياً على مؤشر الرفاهية العالمي الخاص بعام 2015، والأردن حلت بالمركز الخامس، وهذا المؤشر يصدر وفق 8 مؤشرات هي الاقتصاد وريادة الأعمال وفرص الاستثمار والأداء الحكومي والتعليم والصحة والأمن والحرية الفردية والتواصل الاجتماعي. ليش احنا المركز الخامس؟ ما بعرف، لازم نكون المركز ما قبل الأول، لأنه احنا مرفهين، احنا رواتب طايرة، أسعار عنا كثير كثير رخيصة، غير مرفهين، عن جد مرفهين. عنا شقق بعمان هسه كلها مطلة على البحر، كليات عمان بحر والشقق. الخبر الصح، هيفاء وهبي عيناي افضل ما في جسدي. عينيك ما اتوقع، ما اتوقع. اخ اي ليش هيك تضرب؟ حامي حامي اصابه. عيشك؟ ايوه بدل اصابه عمل. الو 13 قرش؟ مش اذا مواصلات، مواصلات. يعني قصدك اجره الباص؟ ايوه الباص. الاجره. يسلم ايديك. سلامات سلامات. شكرا شكرا.
بدي كمان 13 قرش هسا. أقر الكنيسة الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هم أقل من 14 عاما. أطفال أقل من 14 سنة يا جبنة يا خب. شو؟ امشي 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 زي الناس. شو خبيبي؟ اوعى تخبط فيه. خبيبي اقراراتنا في الكنيسة ما تجيب سيرتن خبيبي. قراراتكم قراراتكم. كيف؟ انتوا تعرفوا انتوا حكيت اقر الكنيسة، اقر جمع اقر اقرارات، معروف يا خبيبي. هذا جمع تطبيش هذا، قرارات اسمها، إذا ما أنت غبي غبي كمان، غبي وجبان، غير هيك جبان. بلا جد؟ بلا جد، طفل أقل من 14 عام. خبيبي 14 عام هذا زلمة خبيبي، يجوز هذا. هم ظلم، هم ظلم، بس أنا بقول لك طفل أقل من 14 عام، شو عامل؟ إحنا عنا يعتبر الطفل ما أتم الخمسة أشهر، ما طلع أول سن يعتبر رجل عنا. خلاص هيك؟ بكفي، أنت شفتم خبيبي؟ شفتم. عمره خمس سنين بزت الخجر هيك تحكي ماكلي، بلف 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 بخبط فيه خبيبي. الله يسمع منك إن شاء الله، هون بين عيونك، تعملوا لهم محاكمة، محاكمة يا جبنة. طبعا لازم يأخذ مجراه خبيبي. يا خويفة. أنا خويفة؟ يا خويفة. أنا بخافش من إشي خبيبي. أبدا. أبدا ولا إشي بخاف. ولا. شمعة شمعة خبيبي. شو اللي شمعة؟ وين؟ وانا بخاف من تنتين. اذ وذ وذ الظلمة والاطفال. هذا السبب. بس تنتين بخاف. بس اثنين شغل. والجدار اللي بتكون تبنوه بالخليل شو شو قصته؟ اوكي احنا مبين انه احنا عندنا هواية انه نبني جدارات. والله واضح انها هواية. شو اسمك؟ بقول له شلوت. بقول لي خوايتك؟ بقول له ابناء بناء جدار. لا هاي احنا وين ما في ارض فاضية من خبدي بني جدار. ما هي مش فاضية، ما هي المشكلة انها مش فاضية. احنا بنفضيها ونبني جدار. ما هو المشكلة انكم بتفضوها. ما شو عامل طيب يعني انا هوايتي وين امارسها؟ هوايتك يا جبان ما بيطلع لك تمارسها. والله لا يجي يوم، والله لا يجي يوم تندم على ما سويت. والله الا يجي هذا اليوم. واقول منك لله يكفي انا مليت. والله انا اللي مليت منك ومن والله انا مليت منك. كل خلقه بتناديني وبتحكي عن اقراراتنا. انا بدي اصير اعمل برنامج واحكي عن اقراراتكم انتم في البرلمان. اي روح اعمل بدك يا روح. بلا جد؟ كم عمرك انت خبيبي؟ 14. 14؟ 14. يا اخوان زي ما الكل عارف انه هسه في تعداد سكاني، والتعداد السكاني على درجة عالية من الأهمية، والحكومة حكت انه ما في أي أبعاد سياسية للموضوع. هسه شافوا انه عددنا كثران فقال خلينا نعدهم ونحصيهم كلهم، بلاش حدا منهم يضيع. وما تخافوش ترى الحكومة مش عاملة ضريبة على الأطفال، مش اللي عنده سبع أولاد يخبيهم، فش لا ضريبة ولا أي التزامات مالية، فلازم نساعدهم. وإحنا من طرفنا عملنا مسابقة، اللي بيعطينا عدد السكان بالرقم بالضبط راح نخليه يقدم معنا حلقة. بس تشاركنا على هاشتاج عد حالك قبل ما تنعد، وعشان نعرف أكثر عن الموضوع معنا خبراء التعداد السكاني يشرحوا لنا عنه. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بهذا الموضوع المهم في هاي المرحلة المهمة جدا. حابين نفهم منكم آلية التعداد، عملية التعداد كيف راح تكون؟ يعني لو والله آلية التعداد السكاني راح تكون عن جميع نجمع المواطنين الأردنيين ونفردهم بأرض قاحلة. هاي الأرض القاحلة راح يكون مساحتها 43 دونم صحراوي، وهذا سوف يتم التعداد المواطنين باستخدام رش أحمر ألماني أصلي دائم، بحيث إنه المواطن الأول يمر نعمل تشت واحد دائم؟ والمواطن الثاني تشت اثنين، وهذا كذا سوف يتم تعداد المواطنين الأردنيين في العالم الكامل إن شاء الله. مالك سؤال أنت؟ صحراء وقاحل شمس. الصحراء سوف تكون إذا الدنيا شمس سوف نوزع عليهم طواقف كهذه الطاقية، وإذا كانت برد شتاء سوف نقوم بفرد شادر، وهذا الشادر سوف يكون بتغطية 43 دونم اللي فيها كل المواطنين الأردنيين. الله ممتاز. مش هيك؟ في عندك تعقيب؟ احنا فضل. ان شاء الله راح نروح نزورهم في بيوتهم، يعني راح يكون في مكان سكنهم ان شاء الله. راح يكون في 25,000 باحث واحصائي موزعين. حلو حلو. طبعا هم راح يزورهم في بيوتهم، طبعا احنا يعني راح نستخدم التكنولوجيا في هذا الموضوع يعني. حلو إن شاء يعني الله. كل شيء حديث ومجهز. وهو يعني الاحصائي هاي بتتم كل 10 سنين ان شاء الله. يعني منطق هذا استحقاق وطني طبعا إن شاء الله. كلام منطقي طبعا, طبعاً. نعم. طب سؤال نعم. سؤال اخر يعني نعم. بعمليه التعداد نعم. عن شو بتسالوا؟ ايش بهمكم تعرف؟ احنا في عمليه التعداد نسال المواطنين كم عدد الفرش، شو عندهم كنبيات، شو عندهم سجاد، شو عندهم معالق، شو عندهم صحون، هل الغسالة قديمة، الثلاجة قديش عمرها، الغاز كم من عين بيو. من رح نسأل عن كل هاي الأمور بتهمنا. هل عندهم شراشف؟ الشراشف هاي تبعت صباح الخير اللي مكتوب إذا
زمان هاي كليات الاشياء بتهمنا في هذا التعداد الوطني. إيه لك زي لك ما انت تقول لي بتعرف هذا التعداد استحقاق وطني زي ما حكى زميلي هون كل 10 سنين ما حكيت. فهاي الشغلات يمكن تقدم والشغلات هاي يمكن تصير جديده، فاحنا لازم نعرف في هاي التلفزيونات الجديده هاي الكبيره هاي لازم نعرف اذا المواطنين عندهم طيب. بس ولا يا حبيبي يا حبيبي بس احنا بنروح بنحصي بس البيانات الفرديه. يعني خطا كلامه؟ طبعا. طب تفضل تفضل احكي لنا. بس بنروح البيوت نحصي كم عدد كم فرد وكم مغترب وكم الدخل عندهم. كم فرد؟ ليش الفرود يعني فرد؟ كم فرد كم شخص يعني كم شخص موجود؟ اسف مالك يا زلمه. لا بعداني والله شكله عداني. عداني ولا على ألفيس؟ طب خلينا نركز موضوعنا. نعم. يعني هي بس احصائيات البيانات الفرديه والاسريه فقط. فقط ما فيش من كلام. لا ابدا ابدا ما في من اي. سؤالي الاخير اللي حابين نعرفه ونفهم عنه خليني اوجه لك يا افضل صراحه. نعم. لانه دوشني. هل المعلومات هاي رح تكون سريه؟ طبعا هاي المعلومات رح تكون مش سريه. هاي المعلومات رح تنحط على الفيس رح تنحط على الواتس لان هاي معلومات وطنيه بحيث انها رح تكون قاعده بيانات. هاي كل اي مواطن بامكانه يعمل ولوج على هاي القاعده على البيانات بحيث انت جارك انس بدك تعرف قديش خواته قديش عمارهن بتفوت تكتب جاري انس وبتطلع كل شيء عنه بحيث يعني عشان البطاله انه ما يزيدش. اكيد طبعا هاي المعلومات رح توفرها بحيث انه احنا نعرف كل شيء لانه هذا استحقاق. المعلومات سرية تامة ما تردوش عليه سرية تامة المعلومات ولا في أي تسريب لأي معلومة راح يكون إن شاء الله. والباحثين كل حدا راح يكون معه بطاقة تعريف إن شاء الله كل راح يعرف إنه هذا باحث أو إحصائي. بس عفوا أنت وزميلك في تناقضات في كلامك. زميل مين؟ زميلك ها من زميلي أنت وش جايبه؟ أنا جايبه معي؟ فكروا معك أنا عفوا مين أنت؟ قالت مين أنت؟ قلت مجموعة إنسان من كل ضد وضد فيني ليل ونهار فيني أفراح وأحزان أضحك ودمعي حاير وسط عيني. سمعوني سقف خليجية. شو ايش شوفي مين انت مخربط بالبرنامج شكلك. هذا مش برنامج نجم الخليج. شو نجم يا حبيبي؟ تشويش واضح اخبار ومنفيد الناس ومنستفيد. شو بتحكي فيها؟ صح صح هذا البرنامج مليح. هسه وين عدادات المي تحت؟ شو تحت؟ يلا السلام عليكم. يلا خذ معك. انت بتجيب لي حدا؟ وانت كمان عدادات المي رايح؟ شوفي كم حدا عندك وكم قديش بتجيبه وقديش افراد اسرتك واخوتك واخوانك وقول لي اياهم وكتب لي اياهم وجيب لي اياهم العدادات المي. طيب ماشي. قوائم كرتونيه هاي بس. هو خبر مفرح صحيح انه المبلغ مش كثير بس مكافحة الفساد تستعيد 17 مليون للخزينة. يا كبير Back to the peasant, to the fellahin born.